الوضع في أفغانستان من سيء إلى أسوأ، حيث حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن البلاد على شفير إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ قد يواجه أكثر من نصف السكان، أي حوالي 22 مليون نقصا حادا في الأمن الغذائي هذا الشتاء، ما قد يجبر ملايين الأفغان على الاختيار بين الهجرة والمجاعة، إلا إذا تمكنت المنظمات من زيادة المساعدات التي من الممكن أن تنقذ الموقف. برنامج الأغذية العالمي اعتبر الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان حاليا من بين الأسوأ في العالم، إن لم تكن الأسوأ. حذرت نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، مشددة على أن الوضع سيزداد سوءا خلال الشتاء. So right now we have 18.8 million people who are determined to be food insecure in Afghanistan, and that number is ultimately rising in the next couple of months during the harshest period of the winter to 22.8 million people. That's over half of the population. وتوقعت نائبة مدير برنامج الأغذية العالمية أن يصل ما يقرب من 9 ملايين أفغاني إلى أقصى مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال فصل الشتاء. And it's not just the increases in the number of people who are food insecure, but also the level of severity. For the winter period, we're expecting almost 9 million people to be at one of the harshest most difficult levels of food insecurity, and if we're not able to help them, then they really will cross the precipice into extreme hunger.